أنا الدكتور محمود عبد السلام، أستاذ التمثيل وتاريخ الدراما في معهد الفنون المسرحية، وسعاد مراتي بتدرس فيولينا في المعهد العالي للموسيقى. حبينا بعض أثناء الدراسة. عمري ما مثلت قدام الكاميرا، لكني بعشق التمثيل. السبب هو البحث اللي انتوا عملتوه، لان مفيش حاجه بتسعد الاستاذ اكتر من انه يكتشف ان التلامذه بتوعه عباقره. وزع يا ابني الورق ده. حاضر. اما البحث ده انا هحتفظ بيه وهطلب من اداره المعهد تنشره في الدوريات العلميه علشان العالم كله يستفيد منه. هشام مصطفى، أثر الأشكال الحديثة، الفيديو كليب وبرامج المسابقات في مناهج التمثيل. والله العنوان حلو قوي، بس حضرتك نسيت أهم حاجة. أنا لما أقول البحث يتعمل من الكتاب، يتعمل من الكتاب يا دكتور. يا فندي، أنت جاي هنا تتعلم وتفهم، لسه بدري عليك قوي علشان تخترع نظريات. فضلك. أنا لازم أتكلم معاه بعد المحاضرة، هتضيعي وقت. يا ستي محاولة، ما هي كده ولا كده بايظة. مادة طويلة عريضة عبارة عن جملة واحدة، الشكل والمضمون وجهان لعملة واحدة. وأهم ما يميز المسرحية عن الرواية القصصية أو الرسم أو النحت هو التشخيص، أي اتخاذ نفر من الناس لشخصيات أو سمات أو طبائع غير شخصياتهم، وقد يتخذ التشخيص طبيعة بشرية أو شخصية حيوانية، مثل
المسرحيات البدائية التي تمثل الصيف والحر، ومن الممكن أن يتخذ التشخيص طبيعة كيان معين مثل الرحمة أو العدم في المسرحيات الأخلاقية. وزي ما احنا عارفين من خلال دراستنا لمناهج الإخراج المسرحي في جميع المراحل ومن خلال كل المدارس، ثبت إن الشكل والمضمون وجهان لعملة واحدة. يخرب بيت كده. دكتور محمود. أفندم يا أستاذة ناهي. دكتور أنا كده غيابي خلاص. وأنا تقريبا ما بقاش عندي رسمة حضور خالص. المطلوب. دكتور ده كل مرة بتبقى على 5 أو 10 دقايق كتير. والنهاردة كانت ثانية واحدة والله العظيم. 5 دقايق زي 5 ساعات. أنتوا عارفين مفيش حد بيدخل بعدها. وبعدين ده جزء من المحاضرة الالتزام. يعني لو مش قادرين تلتزموا بمواعيد المحاضرات بتاعتكم وانتوا طلبه هتعملوا ايه لما تتخرجوا وتشتغلوا؟ ولا انت عاوزه تسهري طول الليل تصوري في الكلام الفارغ بتاعك وتوز بقى في محاضره الدكتور محمود؟ انت حره يا دكتور. ما هي تدريبات ليا زي العملي بالظبط، وبعدين انا كده كمان باخد خبره. اتعلمي الاول وبعدين بيدوري على الشغل، ثم ان الخبره دي في العمل المحترم في المسرح السينما الجاده، مش المساخر والفيديو كليب اللي انت بتقعدي تشتغلي فيها. لا والله يا دكتور انا عمري ما عملت الحاجات دي. بص يا دكتور، اكيد دي واحده شبهي. يعني كمان ما عندكيش الشجاعه الدافعه عن اللي بتعمليه؟ بتكذبي؟ بيقابليني لو فلحتي. ده انت رزل. ما حدش ممكن يتصور حجم المجهود اللي ببذله علشان اخلق ايقاع منظم وحافظ عليه وسط هذا الكم من الفوضى. أنا راجل يقدس النظام وسعاد كمان، خلفناش. كان شيء خارج عن إرادتنا، بس قدرنا نخلق لنفسنا حياة هادية وسعيدة. علاقتنا بالناس محدودة، لكن ده بيساعدنا على تحقيق النظام. كل حاجة بحساب ومعاد. ومن ضمن نظام حياتي السفر لإسكندرية كل يوم 3 و4. بدرس تمثيل في مدرسة سان مارك. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. هو في ايه؟ فين الطلبة والمدرسين؟ النهارده اليوم الرياضة. ومحدش بلغني ازاي؟ Thank you.
أهلاً يا دكتور محمود. عبده هنا؟ لا هو مش موجود، بس تفضل. تفضل يا دكتور محمود. أستاذ عبده زمانه جاي، تحب أعمل لك حاجة تشربها؟ بقيت مية حالاً. محمود، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ تاني من امتى؟ ده لسه جاي قبلك يا أستاذ عبد. مالك يا محمود؟ في ايه؟ شكلك مش طبيعي، حصل حاجة؟ سعاد جرالها حاجة؟ طلقتها. خلي فطومة تحضر لك أوضة شريف عشان تستريح شوية. فطومة، حضري أوضة شريف عشان الدكتور محمود. وفيه انا ايش عرفني يعني؟ محاضره الصمت الرهيب. الصمت والسكون وجهان لعمله واحده. عملت ايه يا دكتور؟ تعالى يا حيوان. انا حيوان؟ ايوه حيوان وقذر. ايه يا عم الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت قد الكلام ده؟ عم طب انا هوريك يا كلب. تعال تعال بره. نزل ايدك. تعال يا ولد. نزل ايدك. انا اتجننت يا ولد. نزل ايدك. نزل ايدك. انا هربيك. انا مفيش اي حاجه. اتفضل اتفضل. لازم يتفتح. صح يا محمود؟ انا جبت لك الحاجه اللي انت قلت لي عليها. الكتب في الشنطتين اهو، وباقي الحاجه في الصناديق بره. شكرا يا عبد. ايه يا محمود؟ انت هتفضل مخلل في الاوضه ولا ايه؟ ما تخرج بقى يا اخي.
ان شاء الله. تعال تعال اقعد معايا بره، نتفرج على التلفزيون، نلعب عشرة طاولة. مش عاوز مش عاوز مش عاوز. انت مستفيد ايه بس من النومة دي يا اخي؟ سيبني يا اخي. انا اسف يا عبدو، انا اسف، مش قصدي، غصب عني. أيام كتير مرت وأنا ما بعملش حاجة غير النوم، بقضي الأيام زي المساجين، بس مش عارف في انتظار إيه. نسيت كل حاجة قبل الحادثة. حاجة غريبة، ما بقيتش فاكر غير الحاجة الوحيدة اللي عاوز أنساها. ما بقاش فاضل من حياتي مع سعاد غير المشهد ده، مش قادر أفتكرها في شكل تاني. باشا يؤمر بحاجة؟ عندكم ايه؟ عندنا كل حاجة، عندنا شاي سادة، شاي بحليب، قهوة، جنزبيل كراوي، عناب. خلاص خلاص خلاص، هات لي قهوة مظبوط. من عناية. اتفضل. شكرا. انت اول مرة تيجي هنا؟ انت مش شكلكش معاش، انت ايه اللي قعدك وسط العالم دي؟ لا انت هتتكلم هتتكلم. يعني دكتور نور الشريف ده من تلاميذك؟ لا نور، لا، بس انا درست للجيل اللي بعده على طول. انما اقول لي يا دكتور، حضرتك تعرف الفنان احمد السقا؟ طبعا، انا كنت بدرس له، وانا اول واحد تنبأت له انه هيكون نجم. ما شاء الله، انا بحب الولد ده جدا. يا سلام. انا ما تاخذنيش يعني يا دكتور ولا فيها رزاله، يعني لما انت اللي علمت الناس دي كلها، امال انت ما مثلتش ليه؟ في الحقيقه الموضوع مش بيتقاس بالشكل ده. امال بيتقاس ازاي يا مؤاخذه؟ هو مش طباخ السم بيدوقه برضه ولا ايه؟ وعاوز يروح. وهيروح كيف؟ هو ده كان الحل، أروح مكان جديد فيه ناس لا أعرفهم ولا يعرفوني، أقول اللي أنا عاوزه وأرسم الصورة اللي اخترتها للدكتور محمود. مساء الخير. مساء النور. حضرتك دكتور في فنون مسرحية صح؟ أيوة، دكتور محمود عبد السلام. أنا اسمي هند، بشوف حضرتك كتير قوي في المعهد. لكن ما يتهياليش إنك طالبة عندنا. لا لا للأسف لا، بس ليه أصحاب كتير قوي بروح أزورهم. وإنتي طالبة ولا بتشتغلي؟ لا أنا بشتغل ممثلة، وعلى فكرة إحنا بنصور فيلم هنا جنبك، يا ريت حضرتك تشرفنا يعني. بطولتك؟
لا لا للأسف لا، أنا بعمل دور قد كده. بتشتغلي إزاي من غير ما تدرسي؟ لا ما أنا بتدرب كتير قوي، وبعدين أنا لسه بعمل أدوار صغيرة يعني، وبتفرج على أفلام وبقرا. هو مش مفروض تشتغلي أساسا من غير ما تدرسي ولا أدوار كبيرة ولا صغيرة؟ ليه، هو حضرتك من النقابة ولا إيه؟ عشان بقولك ادرسي بقيت من النقابة؟ لا أصلا أنا شخصيا شايفة. شخصيا؟ خير يا دكتور، في حاجة؟ لا 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 لا، اتفضلي كملي. أنا شايفة إن المهم الواحد يبقى موهوب. طبعا يا ريت يكمل ده بالدراسة، بس الناس اللي احنا بنحبهم بنتفرج لهم على أفلام ما بنبقاش فاكرين هم متخرجين من المعهد ولا لا. لا يا شيخة، طيب والله كويس. بص يا هند، اسمي هند. هند، هقولك على حاجتين يمكن ينفعوكي في حياتك. اولا الناس دول متخرجين من المعهد، ولولا انهم قعدوا 4 سنين يدرسوا على ايدين اساتذه كبار ما كانوش وصلوا لحاجه. ثانيا طول ما انت بتفكري بالطريقه دي عمرك ما هتوصلي لحاجه، وهتفضلي واقفه مكانك بتعملي ادوار قد كده. عموما متشكره قوي على النصيحه، فرصة سعيدة. يلا. الو، ايه هاني، ايه الاخبار؟ تمام. بقولك ايه، انتوا في دكتور عندكم اسمه محمود عبد السلام؟ طب انا عايز احضر له محاضره النهارده. هنكمل شغل في الجزء اللي حضرناه من هاملت وعملنا له تحليل نص وشخصيه، يعني المفروض تكونوا حافظين صمت، لان انا ما عنديش استعداد لاي واحد او واحده يطلعوا يهبلوا ويستعرضوا جمالهم ويخف دمهم. مين اخر اتنين طلعوا؟ احمد يحيى ورباب. اللي بعدهم يطلعوا على طول. هنبدأ منين يا دكتور؟ مولاي الأمير هاملت. مولاي الأمير هاملت، لعلك بخير يا سيدي. إني بخير فلك الحمد يا جميلتي. مولاي، بودي أن أعيد إليك الهدايا التي حظيت بها منك. مني أنا؟ كلا، فأنا لم... يا ابني سيب انفعالاتك تطلع، عاوزك تحسسني بكل اللي بيدور جواك. استخدم صوتك، صوتك لازم يرج المكان يا جماعة. الصوت أهم أداة من أدوات الممثل. حضرتك معانا؟ أنا؟ أيوة. أيوة دكتور، هي معانا. انا اسف ان انا ما بلغتش حضرتك، دي الانسه هند صاحبتنا، وانا قلت ما يصحش تيجي لحد هنا وما تحضرش محاضره حضرتك. اي حد عنده ضيف بعد كده يبقى يبلغني قبل المحاضره. عموما شرفتي، اتفضلوا كملوا. مولاي الامير هاملت، لعلك بخير يا سيدي. اني بخير يا ابني، انا مش حاسس باي انفعال في صوتك. يا دكتور، طبيعة شخصية هاملت إن أزمته داخلية. يا حبيبي، داخلية خارجية المفروض توصلني، صح؟ صح يا دكتور. أنا عاوزك تتصور واحدة ست عجوزة سماعها تقيل ونظرها ضعيف وقاعدة في آخر كرسي في الصف. انزل يا ابني، تعال اتفرج عليها. مولاي الأمير هم، لعلك بخير يا سيدي. إني بخير فلك الحمد يا جميلتي. مولاي، ودي أن أعيد إليك الهدايا التي... إيه
شايفاني بناهد وروحي طالعه وانت واقفه زي الشجره. خدي من ادائي. يلا من الاول. مولاي الامير حمد، لعلك بخير يا سيدي. اني بخير فلك الحمد يا جميلتي. مولاي بودي ان اعيد اليك الهدايا التي حظيت بها منك. مني انا؟ كلا، فانا لم اعطك شيئا. بل هي منك يا مولاي، ولا بد انك تتذكرها كما تتذكر الكلمات الحلوه التي ارفقتها بها. يا انسه، انا عاده ما بعملش استثناءات، لكن انا ما اقدرش اقف في طريق حد عاوز يتعلم، فلو عاوزه تيجي مره تانيه تبي تقولي لزميلي. متشكره قوي. واكيد طبعا اللي حصل قدامك النهارده ده ادالك فكره ايه اللي ممكن تستفيديه من الدراسه الاكاديميه. لا للاسف لا افندم، انا ما اتعلمتش حاجه خالص. حضرتك بتدرس بطريقه غريبه قديمه جدا لدرجه تضحك. انا لو بتعلم منك بالطريقه دي على ما اتخرج هكون نسيت كل حاجه عن التمثيل. ما كنتش عارفه ان هاملت مسرحيه كوميديه. انا فهمتك من اول ما شفتك، لكن انا اللي غلطان ادخل واحده زيك محاضرتي. بره، اطلعي بره بره. يلا يلا بره بره. طب قولي ازيك؟ ازيك؟ في ايه؟ مالك؟ مفيش حاجة. ايه ده؟ انت كنت بتعيطي؟ لا شكلك مش طبيعي، مالك؟ الراجل المجنون بتاع المعهد اللي حكيت لكم عنه شتمني وهزاني قدام الناس. وشفتيه فين تاني ده؟ رحت احضر له محاضرة. يبقى انت اللي تستاهل لما انت عارفه انه رزل وقليل الادب. I really don't understand you. Why did you go there in the first place? بقول لك الانجليزي بتاعك انا مش فايقه له دلوقتي. اوكي اوكي just do whatever you want to do. Go on. Go on. الو. هاي ماما، ازيك؟ انا كويسه. والله العظيم كويسه، هيكون في ايه يعني؟ انت كويس اني لقيتك. تاني يا صابر. معلش محتاج عربيتك عشان نسيت باروكه ولازم اجيبها. قولي لي انت عندك شغل النهارده؟ لا طبعا، ربنا بعتني عشانك، عشان انت اسمتي ونصيبي. هتدفع كام؟ هفولك العربيه. طيب بس بسرعه. ايه يا هند اتاخرت ليه؟ هو ده اللي هتساعديني. معلش يا علاء، الجمبارس جم؟ اه جم. خد الورق واتصرفي، انت عارفه المشهد؟ اه طبعا. عملت لي ايه في الفيلم التاني يا علاء؟ لا في اخبار حلوه قريب، بس انت شطارتك بقى. اتكلم جد والله، ليك الحلاوه. الو ايه طارق، اخلص شغلي واعدي عليك. ادي الباكج يا محمود.
راجل مجنون مش طبيعي بجد بجد. انا لو كنت استنيت ثانيه كمان كنت ضربته مش تهريج. مساكين الطلبه بتوعه يا اما هتلاقوا متخلفين زيه يا اما هتعقدوا في عيشتهم يدوروا على شغلانه ثانيه. انت مش متخيل ده كان بيتعب. يا هند انت من ساعه ما جيتي انت دوشاني بالراجل الدكتور بتاعك ده. هو في ايه بالظبط؟ صح معلش عندك حق. ها هتاخد ايه؟ اي حاجه. احنا مش قلنا نخف شويه؟ ان شاء الله. ان شاء الله. وحشتيني قوي. وحشتكيش؟ عملت ايه في موضوع المعرض؟ ولا حاجه. ليه يا طارق؟ مليش مزاج. وامتى هيبقى لك مزاج؟ لما كل الصور بتاعتي تبقى منبثقه من نفس وجهه النظر المنفصله هعمل المعرض. طب انا عندي ليك خبر حلو. ايه هو؟ كلمت لك حسام عشان تنزل تصور عربيات تاني. هند تاني هنفتح المواضيع دي؟ قلت لك 100 مره مش هصور صابون وسمنه ومش عارف ايه. بقول لك عربيات برضو مش نافعين حبيبي. انا متاكده انك موهوب بس الناس لازم تشوف شغلك عشان تعرفك. انا بقى ممكن اعرفك على ناس تساعدك. هند انت طريقتك غير طريقتي. انت بتشتغلي مع اي حد وبتعملي اي حاجه. انا ما بقولكش تعمل زيي بس برضو ما ينفعش تفضل من غير شغل. انا مش فاهم ايه اللي بيدخلك في شغلي اصلا. عشان انت مكسر وانا خايفه على مستقبلك. ولا هتفضل كده معتمد على ابوك وامك عايزهم يصرفوا علينا حتى بعد ما نتجوز. نتجوز؟ انت ليه دايما متسبقي الاحداث؟ انت عارفه كويس قوي ان انا ما بفكرش في الموضوع ده دلوقتي. وبعدين احنا اتفقنا ان اهم حاجه ان احنا مع بعض مش كده؟ والاتفاق ده لحد امتى بقى؟ احنا بقى لنا سنتين ونص مع بعض ومفيش حاجه بتتغير. انت مبسوط كده؟ الحشيش على الترابيزه والبيره في الثلاجه وبتصور على مزاجك وانا موجوده. عمرك ما فكرت في اللي يبسطني انا؟ اللي بيحب حد بيتغير عشانه. كل شويه تسمعيني الاسطوانه دي يا هند. 100 مره قلت لك انا كده ومش هتغير. وبعدين هند اللي بيحب حد ما بيحاولش يغيره، بيحبه زي ما هو. دي اسمها انانيه. انت مفيش اي مسؤوليه خالص؟ مسؤوليه حب، مسؤوليه شغل، مسؤوليه جواز. انا تعبت يا طارق فعلا تعبت. يا ستي خلاص خلاص ممكن تهدي شويه ما تزعليش كده. انا مش عيله صغيره عشان كل مره تقولي كلام يضايقني تقولي ما تزعليش. مش معقول يا هند كل مره تنزلي وانت زعلانه كده. المره دي مش زي كل مره يا طارق. انا فعلا تعبت. اعملي اللي انت عايزاه. انت حره. لو شفتيني بكلمه بيمنعيني. ما حدش يقدر يمنع حد عن حاجه. شوفي اللي انت عايزاه واعمليه. ريا ده يا في ايه؟ هو ده وقته؟ استني معلش يا مريم عايزه ابقى لوحدي. ايه مالك يا ابو حنفي؟ اخي عندي صداع رهيب. عندك جوه في الاجزخانه مسكنات كتير. خد لك قرص ولا حاجه. أنا عاوز أتكلم معاك في موضوع. أنا قلت إنك هتيجي من نفسك تتكلم معايا، ها؟ عايز تتكلم في إيه؟ في هند. هند مين؟ يا أخي الشيطان ده لما بيركب الواحد. إيه؟ البنت حامل وعايزني أشوف لك دكتور. حامل إيه؟ حرام عليك يا عبدو، خليني أكمل لك بس. سكت أهو. دي بنت ممثلة جديدة، جت عندي المعهد تحضر محاضرة. بعد المحاضرة علقت تعليق لقيتني بزعق وبشتم وطردتها قدام الناس بطريقة سخيفة جدا. تعرفها منين بنت دي يا محمود؟
مش هو ده الموضوع دلوقتي. المهم انا حاسس اني غلطان وعاوز اعتذر. حاسس انك غلطان وروح اعتذر له. بس ادور عليها فين؟ هاني استنى عاوزك. خير يا دكتور، عملت ايه؟ لا مفيش. عاوز اسالك على حاجه مهمه. ايه؟ لو تأخروا احنا نروح على الفيلم بقى. احنا نمشي من هنا الساعه 3. مستعجلين على ايه؟ لسه عندنا وقت. لا انا ما عنديش وقت، عندي اوردر الساعه 6. لسه هند، ممكن دقيقه من وقتك؟ ثواني يا جماعه. افندم، انا جيت عشان اقول لك ان ضميري بيأنبني من امبارح. كويس، وبعدين؟ انا عاوز اشرح لك الموقف. انا في الحقيقه لا، ما تشرحليش ولا حاجه، انا اللي غلطانه. كنت متخيله ان الاستاذ زي ما بيدي لنفسه الحق ان يقول رايه بصراحه في ناس ما يعرفهاش، ممكن هو كمان يسمع من الناس رايها، ولا هي الحكايه عند حضرتك وان واي يعني؟ الو، ايه يا رنت فين؟ لا احنا لسه في بيري انا ويحيى ومريم، ما هو الباقي المفروض هيجوا لنا على هنا. طيب طيب اوكي، هنستناكي بس ما تتاخريش، الفيلم بيبتدي الساعه 4 بالظبط. يلا باي. عموما حضرتك لو جاي عشان تريح نفسك خلاص، ما حصلش حاجه. ده رقم تليفوني، كلميني يمكن ساعتها يبقى في معنى لكلامي. انا اسف. عبدو الو؟ ايوه مين؟ انا هند. اكلم دكتور محمود لو سمحتي؟ لا هو مش موجود، اصل امبارح نقلناه المستشفى. مستشفى؟ ازاي؟ انا لسه شايفاه امبارح وكان كويس. اهو تعب فجأة كده. طب ما تعرفيش مستشفى ايه؟ صباح الخير. صباح النور. ايه الاخبار يا استاذ محمود؟ الحمد
هيلك زي الفل. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل لك ده نتيجة شد عصبي. يا ريت بقى تريح نفسك شوية. يا سيدي خد لك اجازة وابعد عن كل الحاجات اللي بتضايقك. ايه الأخبار؟ الضغط نورمال يا دكتور. تمام. بكرة هكتب لك على خروج إن شاء الله. ألف سلامة. منك لله يا محمود. سيبت ركبي. وأنت لسه فيك ركب يا عبدو. اسمع يا عبدو. أنا عاوزك تأجر لي شقة مفروشة جنبك. ليه يا محمود؟ أنا زعلتك في حالي. لا 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 لا. أنا كنت عاوز أعمل كده من الأول لكن كنت محرج أقول لك خايف تزعل. طب استنى شوية لما تسترد صحتك. ما عشان كده بقول لك شوف لي الشقة جنبك. اللي تشوفه محمود. إيه يا عبدو؟ أنا عامل كده ليه؟ إيه يا محمود الكلام اللي بتقوله ده؟ أنا مش فاهم حاجة. لا. أنت فاهم وبتستعبط. قول لي. صاحبي انا عيبي ايه؟ انت عيبك انك مقفله حبتين، بصص للدنيا من زاويه واحده، هي الحياه اصلا ملخبطه وانت بتحسب لها بزياده. صباح الخير. صباح النور. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ايه يا عم، مش تعرفنا على الاموره الصغنانه دي؟ الأستاذ عبدو صديقي وزميلي في المعهد. أهلا وسهلا. هو اللي بياخد باله مني. الأنسة هند ممثلة صغيرة بس بكرة هتبقى كبيرة إن شاء الله. ميرسي يا دكتور. تابع محمود، هروح أنا عشان أعمل اللي اتفقنا عليه. يلا سلام. سلام. إزيك؟ عامل إيه دلوقتي؟ الحمد لله. أنا طبعاً عاوز أشكرك على زيارتك وكمان عاوز أعتذر لك للمرة الثانية. أنا كمان غلط، كان ممكن أقول رأيي بطريقة ألطف من كده، بس إيه رأيك ننسى الموضوع ده خالص كأنه ما حصلش؟ عجبتك الشقة يا محمود؟ حلوة الشقة يا عبدو. ايه انت كنت خايف ما تعجبنيش؟ اي خدمة بيه؟ لا كده تمام، عينك بقى على الدكتور تشوفه لو عايز اي حاجة. ها؟ انا يا بيه. تعال بقى معايا نجيب شوية بقالة وشوية فاكهة كده اهو نعمر لك الشقة يا سيدي. يلا. طب انا هسيبك تستريح بقى. انا مرتاح على الاخر الحمد لله. انا لسه قدامي شغل هعمله، هوضب الحاجات دي. طب انا ممكن اساعدك لو عايز، انا موريش حاجه. هو مفيش حد عايش معاك؟ لا انا كنت متجوز. ايه ده حلوه قوي دي. دي من ايام البعثه. ايوه فهمها، ما هي مش صعبه قوي يعني، الشكل والمضمون وجهان لعمله واحده زي الملك والكتابه يعني. ايه خير؟ بتضحك عليا يا دكتور؟ لا ولا حاجه. انت بتشتغلي في ايه اليومين دول؟ كومبارس. لا فعلا كومبارس، بس متكلم المرات. المخرج كويس وانا حابه اشتغل معاه. اكيد هيبقى دور عظيم ما دام انت اللي هتعمليه. طب ما تيجي معايا التصوير مره. تصوير؟ لا لا لا، انا شكلي بيبقى صعب قوي وانا مش نايم. ايه اللي بخلكيش نمتي؟ انا مخلصه شغل من ساعتين. انا بعمل دور في فيلم تاني، مساعد المخرج سخيف ما رضيش يغير لي اوردر التصوير، قلت اطبق بقى وخلاص. انت هتقدري وانت مرهقه كده تروحي تمثلي فيلم تاني؟ وانا لو ما تعبتش دلوقتي هتعب امتى؟ بس صدق انا فعلا هموت وانام. طب حاسبي حاجه حاسبي ايه؟ صباح الخير يا استاذ. احنا هنبدا المشهد لونج شوت في معرض الانتيكات. البلطجي والبنت. استاذ خان هنا اهو. كلها جت. حاضر يا استاذ خان اهو، تعالى اعرفك عليه. لا استنى تعالى.
الخير يا حرب طارق. صباح الخير. مع النور. استاذ محمد خان طبعا المخرج العظيم، استاذ طارق التلمساني مدير التصوير، دكتور محمود استاذ تمثيل في فنون مسرحيه. اهلا. يلا نجا اتفضل مكان هند، اتاخرت جاري على المكياج. هدوء. هنا بقولك يا بنت، وديت الحاجه فين؟ وديتها زي ما قلت لي بالظبط. يعني ايه بترد عليا ليه؟ انا عملت زي ما قلت لي بالظبط. انت هتصيعي عليا ولا ايه؟ ليه بتعمل كده؟ السينما دي صعبة جدا والناس فاكراها سهلة. أنا أول ما اشتغلت ما كنتش مصدقة إن المشهد اللي بيبان دقيقة ده بنقعد نصور فيه ساعات بال 16 و17 ساعة. بس بصراحة هي شغلانة ممتعة. أنت عندك حق، أنا استمتعت جدا. طب كويس، أنا بقى هأكلك أكلة عظيمة. مساء الفل يا لسه هند. ازيك يا حمادة؟ هتاكل إيه يا دكتور؟ معرفش اللي تختاريه. طيب بص بقى يا حمادة، 2 كبدة و2 سجق و2 مخ و2 قشطة بالعسل وسلطات بقى. حاضر. ما تنساش الساقع. من عينيا. كويس، نلحق بقى ناكل بسرعة عشان عايز أعرفك على أصحابي. يعني لسه هنروح حتة تانية؟ ده أنا صاحي من 5 الصبح. وأنا صاحية من أول إمبارح. إيه يا دكتور؟ اليوم لسه ما خلصش. مريم، رامي، يحيى، ناهي طبعا اكيد عارفها. طبعا يارا، احمد وداليا، كلهم بقى بيشتغلوا في السينما ما عدا احمد مهندس بس بيموت في التمثيل. وانا اقول شفته فين قبل كده؟ انت قدمت عندنا في المعهد مش كده؟ ايوه بالظبط. يعني قدمت ولا ما قدمتش؟ في ناس شافوه بيقدم وفي ناس شافوه في راس سادس. وحضرتك عدت قد ايه في روسيا يا دكتور؟ حضرتك قعدت قد ايه في روسيا يا دكتور؟ 4 سنين. رامي ناوي يسافر يدرس في امريكا. هتدرس ايه؟ هيدرس تظبيط المرأة الامريكية في الحياة الأسرية. بلاش بقى الاسود اللي جوه ده. ربنا خلي امريكا تنفعك. هتنفعني بدل القعدة هنا. انت فاكر حد يعبرك هناك؟ لا هيعبروني، محدش دعوة بيا. لا 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 قوم انت رقص. مفيش حاجه تيجي كده، اهدى حبيبي كده وارجع زي زمان يا ابني. اسمعني حتى
لا 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 ما اعرفش ارقص انا لا 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 من فضلك تعالي معايا ثانيه واحده عايز اكلمك اعرفك انا الدكتور محمود طارق اهلا انا اسم تعالي سلام ايه برضه مشغوله التليفون في الشنطه مش سامعاه اه وحكايه الراجل ده بقى ماله ده دكتور في فنون مسرحيه شو ده اللي اتخانقتي معاه وقعدتي تشتميلي فيه ايه فجاه كده بقيتوا اصحاب والله اتخانق اتصالح انا حره مش كده اه والله يا دكتور انا مش مصدقه ان انا لقيت حضرتك هنا دي هند اكيد عملت معجزه يعني هو حضرتك تعرف هند منين يا دكتور ابوها صح ابوها مات من 15 سنه يا دكتور طارق انا من اخر مره معتبر الموضوع منتهي انت اللي مش عايز تصدق مش انت خلصتي كلامك انا بقى عايز اتكلم مش انا اللي مش عايز اسمع حد لنفسك ونظر للناس حياتهم على مزاجي انت اللي طول الوقت شايفه نفسك ما بتغلطيش ومحسساني انت اللي بتعملي وانت اللي بتضحي وانت اصلا ما بتفكريش في حد لنفسك انت الانانيه يا هند مش انا تصبح على خير ده ايه؟ انا مش هسيبك وانت في الحاله دي. لا لا انا كويس. معلش اطلعي اشربي حاجه وبعدين بنزلي. وفي حاجه عاوز اديها لك. خدي دي عشانك. ايه دي؟ هديه. لا ما تفتحيهاش هنا افتحيها في البيت. انا هعمل حاجه نشربها. لا شكرا ممكن اسالك سؤال شخصي اتفضل هو اللي كنت واقفه بتكلميه ده مين ده كان صاحبي وكان ليه عشان كل واحد فينا بقى بيفكر بدماغ مختلفه مش عارفه اكمل كده كل العلاقات بتمر بفترات صعبه انا عندي فيلم كويس تتفرجي ماشي كنت فين يا هند؟ سبتينا ومشيتي فجأة روحتي فين؟ كنت عند الدكتور محمود جرى ايه؟ ده راجل قد ابوكي ما انا عارفة انه قد ابويا
صباح الخير يا هند. صباح النور يا دكتور. انا اسف جدا، انا مش عارف انا نمت ازاي امبارح بالطريقه دي. انت نزلتي امتى؟ مشيت بعد ما نمت على طول. انت هتعملي ايه النهارده؟ النهارده رايحين نتفرج على فيلم عند يحيى. طب ايه رايك ما تجيبي اصحابك وتيجوا تتفرجوا عندي هنا؟ اوكي. مرسي على الهديه. عجبتك؟ انت عارف انها عجباني. قضيت معظم حياتي في وسط الطلبة، أنا بكبر في السن وهم دايماً صغيرين، المسافة بيني وبينهم سنتيمترات. إلا أنه فجأة خطر في بالي سؤال، أنا فعلاً كنت قريب منهم؟ الغريب اللي أنا اكتشفته أنهم مش أصغر مني بكتير، أفكارهم وطموحاتهم أكبر من سنهم، بيحاولوا بكل طاقتهم يشقوا طريقهم في ظروف متهيألي أصعب من اللي أنا مريت بيها. قربي منهم خلاني مش عارف هم اللي محتاجين لي ولا أنا اللي محتاج لهم. كنت فين أنا طول الوقت ده؟ كنت فين؟ لسه كتير على السينما؟ لا خلاص يا دكتور، قربنا نوصل. على فكرة يا دكتور، لو تعبان ممكن تيجي انت تقعد على حجري. لا يا اخويا انا مرتاح كده. على فكرة يا دكتور انت ظريف قوي، وما الناس بتوعك غلس ليه؟ وكل ده منك، كان ايه اللي خلاك تبيع العربية؟ انا بعتها عشان اسافر، وبعدين ايش عرفني حاجزين الزنقة السودة دي؟ مصرة تيجي معايا؟ اولا انا كده كده لازم اروح عشان اهلي بقالي كتير ما شفتهمش، ليه تروح لوحدك وانا اروح لوحدي؟ ثانيا لو خايف من سواقتي انا سواقه ماهره، ثالثا نفسي في اكل السمك. خلاص خلاص خلاص. طب يعني انطلق؟ انطلق. اوكي. بالظبط هعدي عليك. اوكي. ابويا كان بيشتغل قاضي، كان بيلف مصر كلها، ما كناش بنقعد في حته واحده اكتر من سنه، عشان كده ما كانش ليا اصحاب. صاحبت السينما، اتفرج على الفيلم واروح البيت امثله قدام المرايه. حبيت التمثيل لكن ما قدرتش اقدم في المعهد عشان ابويا كان عاوزني ادخل حقوق. دخلت الحقوق، مات بعدها هو بسنه. رحت قدمت في المعهد، قبلت، خدت البكالوريوس وسافرت البعثه واتجوزت. رجعت لقيت نفسي في التدريس. ها ها ايه؟ ما خلاص. خلصت فنون جميلة وطلعت على مصر على طول عشان امثل. في الاول كان صعب قوي اني اسيب ماما لوحدها، خصوصا ان اخويا متجوز وعايش بره وبيجي قليل قوي. طلبت منها انها تيجي تقعد معايا، بس هي ما تقدرش تسيب اسكندريه ابدا. ما
بس اهو انا ساعات باجي ازورها، هي بتيجي تقعد معايا شويه. بس مش هو ده اللي انا بسال عليه. امال عايز تعرف ايه؟ عاوز اعرف انا شايفك صح. وانت شايفني ازاي؟ بتضحكي، بتجري، بتفرقي طاقه على اللي حواليكي. ايه مفيش حاجه بتضايقك؟ تفتكر مفيش حاجه بتضايقني؟ بس ما اقدرش اغير اللي بيضايقني. اغير نظره البواب ليا مثلا في الطلعه والنزله؟ بنات مأجرين شقه وبيشتغلوا في السيما، مشكوك فينا رسمي. ولا المخرج اللي يقول لك سنانك ما فكرتيش تصلحيها كده؟ جربي جربي وان شاء الله المره الجايه هديكي دور احسن. طارق بقى لف الدنيا رجع لي بحاجه واحده. كول، احنا يعني مضطرين نتجوز ليه؟ احنا مع بعض كويسين. وليه بيحبني؟ حبيني بطريقته. حب ايه ده؟ حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ يا عم انا هسأل اشتري دماغي. خير يا سيدي، ايه الموضوع المهم اللي انت كنت عايزني فيه؟ انت فاكر موضوع الشغلانه اللي كنت كلمتني عليها؟ ما انا قلت لك خلاص نزلنا فيها حاجه، بس لو عايزني اطيره لك اطيره لك. لا 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 يا معلم، لا خلاص مش مشكله. طب استنى، في شغلانه تانية كويسه، اخلص الجيم واعمل تليفونات واقول لك. بس طارق ما ترجعش بقى تقول لي اصلي مش شايف، اصلي مش حاسس، والكلام الغريب بتاعك ده. ما تخافش انا عايز اشتغل. يعني ايه مش لاقيه؟ حضرتك بتصل بيه على الموبايل مقفول، وفي البيت بيقول خرج من بدري، ممكن يكون عنده شغل تاني. وانا اتصرف ازاي؟ المشاكل مش هتصور، روح يا ابني هاتولي من تحت الارض ولا شوف حد تاني. اخلص. صباح الخير يا استاذه هند، ما لسه بدري. صباح النور. فين الاكسسوارات؟ طب نص ساعه روح اجيبهم بسرعه. تعالي تعالي ريحي نفسك، حسن خلاص راح جابهم. اتفضلي بقى على المكياج خلينا نخلص. صباح الخير يا استاذ علاء. اهلا وسهلا. دكتور محمود. ازيك يا دكتور؟ اهلا اهلا، ازيك؟ بقولك يا دكتور خليك واقف زي ما انت، ثواني وهاجي لك زي ما انت. بعد اذنك يا استاذ خان. ايه في ايه؟ اصل الراجل اللي هيعمل دور الضابط ما جاش، ممكن نخلي الدكتور محمود يعمل دور بداله؟ مين ده؟ اهو اللي واقف هناك اهو. ماشي، على كل حال الدور مش محتاج تمثيل. دكتور محمود، دكتور محمود، استاذ خان رشحك لدور معانا في الفيلم. لا لا دور ايه؟ لا لا من فضلك انا ما اقدرش. اهو معلش يا دكتور، دور صغير بس مؤثر جدا في الاحداث. لا مش هقدر مش هقدر. ما تقلقش يا دكتور، تعالى بس معايا. تعالى تعالى. هتخبط على الباب جامد، العساكر وراك، هتخش معايا امر تفتيش، هتقول لهم خشوا فتشوا. حافظ الحوار؟ حافظ يا استاذ. اوكي يلا بينا. رولينج. كليك. 56-2 اول مره. اكشن 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 اكشن. ستوب. ايه يا دكتور ما خبطتش ليه؟ معلش انا اسف انا اسف. من فضلك بعد اكشن تخبط على طول. حاضر بعد اكشن. حاضر. جاهزين يا استاذ نادى في الاستوديو؟ 56-2 تاني مره. اكشن يا لهوي. ايه ده؟ ستوب ستوب ستوب. ما تنطى يا دكتور. انا اسف انا اسف. يلا كمان مرة. 56-2 تالت مرة. ستوب ستوب. سادس مرة. أكشن. ستوب. تاسع مرة. 12 مرة. أكشن. 14 مرة. تاني. 17 مرة. يا لهوي. أحسن.
فتش المكان، فتش المكان. ستوب. الحمد لله. ايه ده؟ الحمد لله. بقابلني. يلا يلا. حاسس انك عايز تتكلم؟ لا. طب احنا ما كناش حاجه من الصبح، ايه رايك نروح ناكل في حته حلوه؟ لا انا عاوز اروح. طب خلاص نجيب سندوتشات ونطلع نتفرج على فيلم عندك؟ لا عاوز ابقى لوحدي. آسف يا جماعة، مش هقدر أديكم المحاضرة النهاردة. الله، على فين يا دكتور؟ أنا دكتور بلا زفت. افتح يا ابني بيرة. بيرة؟ مش عوايدك يا دكتور. يا سيدي افتح وخلصنا. حاضر. هند، ايه اللي جابك دلوقتي؟ خضيت عليك، بكلمك من امبارح ما بتردش. رجعت متاخر، في حاجه؟ لا انا عايزه اطمن عليك. طمني، انا كويس. انت ليه بتكلمني كده؟ ليه متغير معايا؟ مش متغير ولا حاجه، ده طول عمري كده. بس انا في اليومين اللي فاتوا دول شفت راجل تاني خالص. راجل اهبل. لا مش صحيح. انت ليه عايز تعزل نفسك تاني؟ خايف لحياتك تتغير؟ وانت بقى اللي هتغيري لي حياتي؟ انت مش حاسس ان اليومين اللي فاتوا دول كانوا احسن بكتير؟ لا، الاول كان احسن. لا، الاول ما كانش في حاجه خالص، قافل على نفسك. وايه المشكله انك حاولت في حاجه ما نفعتش؟ مش هي دي المشكله. المشكله اني اكتشفت ان كل حاجه عملتها في حياتي بدفع الخوف سميتها حاجه تانيه. رعبي من التمثيل سميته رساله التدريس المقدسه. فشلي في التعامل مع الدنيا اللي بتتغير نظام. المشاعر المزيفة اللي بيني وبين مراتي سميتها حب. فشلت في كل حاجة في حياتي عشان خايف. احنا عايزين نشيل الخوف ده من جواك عشان يبان الوش التاني، الوش الجميل اللي انا شفته. نفسي الدنيا كلها تشوفه معايا. مش
مش عارف هتفهميني ولا لا. انا بحبك وبخاف عليك. طيب اوكي، يبقى احنا كده جاهزين للباك شوت الجاي اول ما تجهز الهاند موديل. ازيك يا طارق؟ انا ازيك يا هاني، اخبارك ايه؟ الحمد لله. مبروك يا سيدي. مبروك على ايه؟ انا سمعت انك كسبت هند. احسن برضه، بس البت دي عم بتلعب على كل لون. دي حتى الايام دي ماشيه مع راجل كبير وبصرف عليه. لا يا راجل يا ابني، الناس دي ما يهمهاش غير ان حد يبقى في ظهرهم ويطلعهم السلم. وانت سمعت الكلام ده منين؟ اسمع مني، دي حتى عملت لي الحبتين دول قبل كده. ها؟ بس انا سقعت لها. روح يا ابني، انت فعلا ربنا بيحبك. تصدق يا اخي ان انت طلعت واد وسخ. وسخ؟ وسخ. انا الحق عليا يا عم. طب قوم بقى، قوم بدل ما نطشطف، قوم. الو الو دكتور محمود، حضرتك فاكرني؟ انا طارق. فاكرك. انا كنت عايز اقابل حضرتك ضروري. بخصوص ايه؟ صباح الخير. تحب حضرتك تشرب حاجه؟ تشرب ايه؟ ولا حاجه، شكرا. كابتشينو. انت ايه اللي بينك وبين هند؟ انت بتسألني بصفة ايه؟ بصفة اني بحبها، ومتأكد كمان ان هي بتحبني. ولما انت متأكد قوي كده خايف مني ليه؟ لا انا مش خايف منك، بس هي البنات ساعات بيتهيأ لها ان الراجل الكبير انضج واهدى. انا متهيألي ان المناقشة دي لازم تكون بينك انت وهند، انا ماليش مكان فيها. لا، في حاجة مهمة ولازم تعرفها كويس قوي، إن أنا مش ممكن أبعد عن هند. أديني يا سيدي عرفت. أي خدمة تانية؟ أنت مستهزئ بكلامي. مش مهم. عموما أنا حبيت أقول لك اللي عندي. أنا كمان عاوز أقول لك اللي عندي. الحكاية ولا هي سن ولا نضج ولا غيره. في مشكلة بينكم انتوا الاثنين، يوم ما تعرف تحلها هتلاقيها هي اللي بتجري وراك. انت فاهم غلط. انا مش عايزة تجري ورايا، انا عايزة معايا. عن اذنك. أنا لسه بحبك. بتهيألي صعب الواحد يحب حد بجد وينساه بسهولة. أنا
لما سيبنا بعض كل حاجة اتغيرت، وحسيت ان انا كمان لازم هتغير، وخفت. مش عارف خفت من ايه بالظبط، بس يمكن خفت من التغيير. بس الخوف ده كان غريب قوي، عمري ما حسيته قبل كده. بعدها قدرت اقف وقفة واحدد ايه المهم بالنسبة لي ومين المهم ليا. هند، انا بحبك. انا اتغيرت عشان حبيتك بجد. بس انا متلخبطه، مفيش حاجه واضحه بالنسبه لي، مش عارفه انا عايزه ايه، مش عارفه ايه الصح وايه الغلط. انا عارف، انا كمان كنت متلخبط زيك بالظبط، بس انا متاكد ان بعد اللخبطه دي كل حاجه هتبقى واضحه بالنسبه لك. هتفهمي نفسك، هتعرفي انت عايزه ايه بالظبط، وهو ده المهم. يا هند، انا سامع انهم ضحكوا عليه، وبعدين ده قعد في جملتين ساعه ونص. استاذ حسام، خلي مدام ناديه تجهز. خليها تبدا بكياس بسرعه. صدقني هو كويس بس اتخرب، وبعدين ده دور صغير قوي، انت لسه ما جبتش فيه حد. عشان خاطري يا حسن، عشان خاطري. اوكي. ازيك؟ انا بعمل شاي، اعمل لك معايا؟ انا عايزاك في حاجه مهمه قوي. خير؟ جايبه لك دور. دور كوميدي؟ اشمعنى كوميدي؟ عشان يعرفوا يضحكوا عليا زي المره اللي فاتت. عشان خاطري بقى، عايزين ننسى المره اللي فاتت دي، ما فيهاش حاجه لما تجرب تاني. من فضلك، كفايه اللي حصل. ما هو حصل خلاص، هيحصل ايه تاني؟ انت خسران ايه وانا عامله حسابي على كل حاجه. خد احفظ ده. ايه ده؟ انا مش همثل الكلام ده. ليه؟ ماله؟ اشمعنى يعني المشهد ده؟ مش فاهمة قصدك. هو الدور كده؟ مين اللي اداهولك؟ هيكون مين يعني؟ مساعد المخرج. اهلا. ازيك يا هند؟ ازيك يا استاذ عبدو؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا محمود؟ ازيك يا عبدو؟ انت جيت نجدة، ممكن تحفظ ده؟ ايه؟ جاهزين؟ يلا اكشن. استني يا ليلى، عاوزك. ايه تعبانه وعايزه انام. هما كلمتين وروحي نام. ايه في ايه؟ انت شفتي مصطفى امبارح؟ مصطفى انت عارف انه مسافر بقاله يومين. يعني انت متاكده ان انت ما شفتيهوش امبارح؟ ايوه متاكده. ومتاكده كمان ان الصوره دي مش صورتك؟ اه يا خاينه. محمود بتضربني يا محمود؟ انا متاسف يا عبدو، انا متاسف. مش قصدي يا عبدو، مش قصدي. انت بتضحكي هند؟ مش قصدي يا عبدو، مش قصدي. مش قصدي والله يا عبدو. انا هكلم المخرج عشان يدي لك دور ليلى. يلا مره كمان. دقيقتين بس. كنت فين يا ليلى؟ كنت فين يا ليلى؟ ليه كنت فين يا ليلى؟ عادي بتسالك. مش هتضربي القلم؟ اه. كنت فين يا ليلى؟ انت خاينه. ليلى استني، عاوزك. تعبانة وعايزة انام. هما كلمتين وروحي نامي. انت كنتي ستوب. جرايه يا استاذ، مش حافظ ولا ايه؟ انا اسف. استر عرف. اوكي يلا مره تانية. خش كلاك كلاك. اكشن. استني، عاوزك. عايزه انام. هما كلمتين وروحي نامي.
انت كنت مع مصطفى امبارح؟ مصطفى مسافر من شهرين وانت عارف. يعني انت متأكدة انك ما شفتيهوش؟ متأكدة. متأكدة برضو ان دي مش صورتك؟ ما تخافيش، انا مش هعمل لك حاجة، انا بس عاوز اعرف انا ليه كنت مصدق ان احنا قريبين. ما كنتش شايف؟ ديالوج تاني عاوز اخد على قريب. حاضر. كنت متاكده انك هتعمله كويس. ما تتخيليش السعاده اللي انا كنت فيها قد ايه. على فكره يا هند، انا عامل حفله صغيره عندي في البيت على شرفك. على شرفي انا؟ دي اقل حاجه ممكن اقدمها لشخص غير حياتي بالشكل ده. عايز اقول لك ان انت كمان غيرت طريقه تفكيري. ازاي؟ بفكر اقدم دراسات حره في المعهد. يمكن انت اللي تدرس. بس خلي بالك انا مدرس صعب جدا. صباح الخير يا صباح الخير يا انا اسف يا دكتور، والله ما اعرف ان حضرتك هنا. مش انت عارف ان مفيش حد بيدخل محاضرتي بعد انا ما ادخل؟ والله العظيم يا دكتور انا بس. خلاص اقفل الباب وخش. حاضر. تعملش كده تاني. اسف يا دكتور. اخر مره كنا بنتكلم فيها في ايه؟ اخر حاجه المحاضره اللي فاتت كانت الشكل الاجتماعي لظاهره المسرح وعلاقته بمدارس الاخراج. طيب المحاضره دي مفتوحه، اللي عاوز يسال في اللي فات او في اي ماده تانية او اللي عنده اي سؤال. انت انا ما عندكش حاجه عاوز تسال فيها؟ لا ابدا. تمام. طب اسال انا؟ لا هو هو يعني موضوع شائم يا دكتور. ماله؟ لا ولا حاجه. ابقى اقول له يجي المحاضره الجايه. ايه مالك بلمت كده ليه؟ يلا اسئله، ما حدش عنده سؤال؟ استاذ
قرار صعب اني ابعد عن هند، بس كان لازم مبقاش اناني واسيبها تبدا حياتها مع واحد من سنها وتحس بالسعاده اللي خلتني احس بيها. انا حبيتها فعلا ولسه بحبها.